يتدشرون حظر التجوال في محافظة نينوى وبعض المواطنين لم يلتزموا بالحظر. والله بعض منهم صحيح ما يلتزمون وجاي يخرجون ومعاهم أطفالهم، وهذا الشيء غير صحيح. نرجو منهم البقاء في البيوت لأن الفيروس شديد الانتشار. فرض حظر التجوال بالموصل، هل تتوقعون أنت من صالح المواطن أم لا؟ من صالح المواطن، لأن الفيروس جاي ينتشر بسرعة والمستشفيات غير قادرة على استيعاب الكميات اللي فيها التزايد من وراء الفيروس. نصيحتك لبعض العوائل؟ والله نصيحتي لبعض العوائل أرجو البقاء في البيوت والتزام التعليمات مال الصحة من نظافة إلى إرشادات الصحية. والله الحقيقة هو حظر التجوال من صالح المواطن، يعني احنا نحبس نفسنا بالبيت بحجر 14 يوم احسن من ما نضيع حياتنا او حياه شخص عزيز علينا. واشوف يعني كثير من المواطنين ما ملتزمين، خصوصا بحي عدن انهم يلعبون طبه وهاي. وانا من نتكلم يعني صح اطلع وخارج لكن ما اختلط مع الناس، اظل تنفيح عن النفس مثل الرياضه وتنفيس عن نفسنا. شلون نقدر يعني نسيطر على هذا المرض ونبعد هالناس ونقعدها ببيوتها؟ يعني بعض الملاعب مثل ما تفضلت انت مفتحين ويلعبون طبه في الشوارع. نصيحتك لباقي الشباب والعوائل واولياء الامور؟ والله انا نصيحتي انه يلتزمون ببيوتهم، واحنا ما عندنا نظام صحي متطور، وانا ادعو انه لا فرض بعد بالقوه اعتقال كل شخص حتى اذا يمشي، اذا ما عنده، اذا ما خارج الى يعني اذا حاجه ضروريه مسواق صيدليه او ما شابه ذلك. والله هو الحظر من صالح المواطن، من الوقايه، العالم ما تطلع لا تروح تجي، بينما المريض اذا راح المستشفى خلي يلبس كمامة الكفوف يطلع المستشفى عادي، والقوات الأمنية بارك الله بهم ما مقصرين ويا العالم. شاهدنا بعض الملاعب مفتحة اليوم، بعض والله ما من صالحهم، ما أنصحهم يعني. إيش تنصحهم؟ والله يبقون بمنازلهم أفضل لهم. والله حضرة الجوال يعني هو سووه من صالحنا يعني، وما قصر رحم الله والديهم. وهذا الشيء يعني لو ما من صالحنا ما يسووهم، ورحم الله والله يعني القوات الامنيه ما قصروا ودا يطبقون واجبهم يعني، بس العالم ما دا يفيد وياها يعني. وهذا هو نصيحتك لهذول الناس اللي يطلعون يعني ما يطلعوا؟ والله هذا اللي يطلع هذا لا خايف على اهله ولا خايف على اللي يحبه، يعني اذا ما يخاف على نفسه يعني لازم يخاف على اهله يعني، لان بالتالي اذا صار بهذا المرض يعني اسم الله راح ياذي اللي يحبه يعني والناس اللي حواليه. نقدر نحافظها عن طريق شنو؟ نسد المداخل، ما نخلي احد يطب لا يطلع. يعني المرض ما يجي من الداخل، هو جاي من الخارج. المحافظات اللي فيها نسد الطريق عنها زين، بس المساعدات الحالات الضروريه تطلع من خلال تطبق تعليمات السلامه، الكمامه، الكفوف الطبيه.